مساء الخير من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. اجتماع رئاسي لبحث الأوضاع الاقتصادية. السعودية تنفي إلغاء نظام الكفالة. ضوابط الانتساب لنقابة الأثريين. وحفيدة الخديوي عباس تقاضي محافظ القاهرة. وإليكم تفاصيل النشرة. ضرورة التدقيق في آليات عمل اللجان الحكومية التي تقوم بعمليات شراء المستلزمات الحكومية من الخارج، بحيث يتم ضمان الحصول على أفضل الأسعار وأجود المنتجات في إطار تحقيق أعلى مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق. هذا ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد خلال اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع بحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة في ضوء صدور عدد من التقارير الدولية الإيجابية حول حالة الاقتصاد المصري. وأكد الرئيس على ضرورة البناء على ما تم إنجازه ومضاعفة الجهد للإسراع في تنفيذ المشروعات القومية الجاري العمل فيها بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الدولة والاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار بشكل متكامل. لا تغيير في نظام الكفالة. فقد نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ما يتم تداوله من أخبار حول إلغاء نظام الكفالة للوافدين العاملين بالمملكة. وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر ردا على سؤال أحد المغردين عدم صدور أي قرار رسمي حول إلغاء نظام الكفالة للمقيمين. مصر تدعم ليبيا، حيث استقبل سامح شكري وزير الخارجية جان كلود جاكوزو وزير خارجية الكونغو برازافيل الذي قام بتسليم دعوة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور اجتماع اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى الخاصة بليبيا. وأكد شكري على موقف مصر الداعم للمسار السياسي في ليبيا مع ضرورة التحرك بشكل أسرع وبصورة أكثر فعالية لحل حالة الأوضاع في ليبيا والتوصل إلى التوافق المطلوب وتنفيذ اتفاق السخيرات مع الحفاظ على المؤسسات الليبية الدستورية القائمة. نقابة الأثريين في الطريق. فقد اتفقت لجنة الإعلام بمجلس النواب على تحديد شرط 5 سنوات لحصول العاملين في مجال الأثار على معاش من نقابة الأثريين، وذلك في المادة 6 من القانون الجديد للنقابة المقدم من النائب أسامة هيكل وعدد من الأعضاء. ووافقت اللجنة على المادة 7 بشأن ضوابط المنتسبين للنقابة والتي تحددت في الأساتذة والخبراء الذين يتم الاستعانة بخبراتهم في مجال الأثار والأساتذة المصريين العاملين في منظمات دولية ومن مضى على عملهم بالمهنة 5 سنوات ولم يتم تعيينهم في جهة أثرية بعينها. أيدت محكمة النقض عقوبة حبس 6 متهمين من عناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية 3 سنوات وتغريم كل منهم 50,000 جنيه على خلفية إدانتهم بارتكاب جريمة إثارة الشغب بمحافظة الإسكندرية، ورفضت الطعن المقدم من هيئة الدفاع. وأسندت النيابة العامة للمتهمين الاشتراك مع آخرين مجهولين في التجمهر والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة والبلطجة والخروج في مسيرات لاستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المعارضين لتحركات جماعة الإخوان الإرهابية. الأميرة تقاضي المحافظ. فقد تقدمت فاطمة الزهراء حفيدة الخديوي عباس حلمي بدعوة لنيابة مصر القديمة ضد محافظ القاهرة ورئيس حي مصر القديمة بإصدار تصاريح لاثنين من مقاولي العقارات اللذان تتهمهما بالتعدي على أرضها عن طريق وضع اليد وأخذها بالقوة بعد موافقة لجنة المنشآت والشؤون القانونية بالحي بإصدار التراخيص بهدم عقارها، مشيرة إلى أن الأرض محل نزاع قضائي. إلى هنا انتهت نشرتنا، ألقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.